عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بسكوت اليانسون، هيعجبكم قوي، وممكن تاخديه مع الشاي بلبن الصبح او الشاي السادة او مع النسكافيه او القهوة. حلو قوي، هيعجبك ان شاء الله. نقول المقادير عندي هنا: كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع زيت، 4 بيضات، 3 اكواب دقيق، هنا معلقة كبيرة يانسون، بيكنج باودر وفانيليا. هجيب البولة ونبتدي. انا هاخد الزيت، يا ريت المقادير تبقى مظبوطة بنفس الكوباية، والسكر، وهضربهم 4 دقايق ونكمل. الزيت مع السكر، هنزل ال4 بيضات والفانيليا وهضربهم تاني. البيض هنزل اليانسون وهضرب تاني. كل حاجة هنا مع بعضها. هنزل الدقيق والبيكنج باودر وهقلب الخليط بتاع البسكوت اللي عندي. دهنت الصينية زبدة وبعد كده حطيته فضيته فيها. هو تقيل تقيل قوي يعني، بس حاولي بقدر الامكان اللي انت تعرفي تفرديه كده. انا الصراحة بليت ايدي شوية ورحت فردته، بحيث ان هو بيبقى العجينة تقيلة صعبة قوي ان هي تتفرد. هدخلها الفرن وبعدها اوريكم هنعمل ايه. الصينية كده البسكوت بعد ما طلع من الفرن شوية ما جيش جنبه خالص غير لما يبرد، وبعد كده نبتدي نقطعه. عندي بقى بالشكل ده، بعد ما طلع من الفرن سبته شوية يبرد وبعد كده قطعته ورصيته في الصينية. هدخله الفرن التاني وعشان ياخد الوش الحلو ويتحمص. رجعت لكم بعد ما خلصت البسكوت بقى بالشكل ده. انا عملته بالزيت، انت ممكن تستبدلي بالزبدة او بالسمنة عادي زي ما تحبي. دي طريقتي في البسكوت، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم وصفاتي يا ريت تشتركوا في القناة بتاعتي كل ما يخص المرأة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.